فيما يتعلق بقى بصالح جمعه، لان عجبني قوي بصراحه بقى، عشان نتكلم يعني طبعا مع الاحترام لكل الجوانب اللي فيها تعاطف مع اللاعب يعني، لكن عجبني الحسم من المدير الفني. الراجل حسم الامور، خلص الدنيا عشان ما يبقاش بقى في كلام كتير، اصل صالح هيقعد، اصل صالح هيمشي، هو ريحنا احنا كمان هنا في البرنامج في الحقيقه يعني. فهو ده القرار خلاص. امبارح في المؤتمر الصحفي حتى الصحفي جاي بيسال مستر فايلر، فالمسؤول عن المؤتمر قال له لا احنا بنتكلم في الماتش بس، فمستر فايلر لما عرف ان السؤال على صالح قال له لا لا سيبه مفيش مشكله رد. في بعض المدربين بيتهربوا، ممكن يكونوا عارفين مثلا مدى الحب من جمهور النادي الاهلي للاعب زي صالح جمعه، وطبعا ليه كل الاحترام والتقدير ولاعب مميز جدا جدا صالح جمعه، لكن الراجل قال له ايه؟ لا اسال، حسم على طول، أنا صالح معايا الفترة الجاية مش معايا يا جماعة، وأتمنى له التوفيق في أي حتة تانية. فدي جزئية مهمة، وبرضه في كلام يعني برضه لازم إحنا نفكر فيه كمتابعين أو محبين للنادي الأهلي. في جانب فني وهو الراجل أقر بإمكانيات صالح جمعة الفنية، وجانب يتعلق بالتركيز والثوابت بتاعة الفريق. شخصية المدير الفني ومدى تعامله مع هذه الامور بانت في المواقف اللي زي دي، لما يكون مدرب بالشخصيه دي واخد قرارات خلاص حاسمه، اللي هو يعني انت معايا مش معايا، يعني حاجه بتفكرنا بمستر مانو جوزيه قبل كده، لما شايف اللعيب اه امكانياته الفنيه كويسه لكن مش مركز معاه، لا خلاص انت ممكن تاثر بالسلب على فرقتي، فاخرج اعاره، هتشوف هتمشي، بيع كلام انت، ده بقى جزء اداري ممكن النادي هو يتصرف فيه. لكن فيما يتعلق بالامور الفنيه احنا لازم يا جماعه يكون تركيزنا كله منصب على تشجيع النادي وليس تشجيع لاعب. طبعا بنحب صالح جمعه، لعيب مهاري وامكانيات عاليه جدا جدا طبعا، ما حدش يقدر يختلف، لكن في نفس الوقت مصلحه الفريق هي الاهم فوق كل شيء، فوق اي لعيب. وده اللي ركز عليه مستر فايلر، ده اللي فكر فيه المدير الفني في الحقيقه، عشان يبقى الفريق لائق لخوض المباريات باريحيه بدون اي ازمات بدون اي مشاكل، في تواجد كل التركيز الكامل لكل اللاعبين والمجموعه المتاحين بالنسبه له. فعجبني جدا حسم مستر فايلر. هل معنى كده ان صالح جمعه خلاص بره النادي الاهلي وماشي وما كلام من ده؟ لا، ممكن صالح يطلع اعاره مثلا، يتالق، يلفت نظر المدير الفني فيرجع، يبقى اضافه باذن الله، وده اللي احنا بنتمناه في كل الاحوال، لانه هو قيمه فنيه اضافه بكل تاكيد للفريق. يبقى بس الامور اللي بتتعلق بالتركيز دي باذن الله ينجح فيها خلال الفتره الجايه صالح جمعه، ويرجع ويكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. فخلاص يعني موضوع صالح جمعه كده ايه، الراجل قرر نهائي ومش هيكون معاه خلال الفتره الجايه، ودي تصريحات المدير الفني للنادي الاهلي بنفسه زي ما حضراتكم سمعتوها بالنسبه للمؤتمر الصحفي عقب مباراه المقاولون العرب.